الإخوة والآباء الأفاضل، السلام عليكم. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. الآيات من سورة النجم، آيات كريمة مباركة يقص الله سبحانه وتعالى فيها حال المشركين الأوائل وكيف كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من الأوثان والأصنام والأنداد، وما قص الله عز وجل حال المشركين الأوائل وعباداتهم المتفرقة لغيره جل وعلا إلا ليتعظ المسلمون وجميع الأمم بذلك لئلا يقعوا فيما وقع أولئك الأوائل. عشان كده بتسمعوا كثير كلام الفقهاء بيقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عشان ما يجي واحد من مشركي هذا الزمان وعباد القبور والقبب والأضرحة ويجي يقول دي آيات نزلت في المشركين زمان جايبنا هنا ليه؟ الله جابها هنا، ما نحن جبناها. الذي قصها في القرآن هو الله تبارك وتعالى. دي أول رد على هذه الشبهة الخبيثة، يقول لك دي آيات نزلت في المشركين جايبنا هنا ليه؟ احنا ما جبناها، دي ربنا اللي قالها. وكون ربنا يعلم أن هذا هو حال المشركين وقال في المصحف اللي بيقرؤ المسلمين، ده أكبر دليل على إنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعدين القرآن كله 114 سورة و30 جزء من القرآن أصلا ما نزل هسه سنة 2018 و19، نزل قبل 1400 وزيادة سنة، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب ليه ربنا جعله خالد ويقروا الليلة بعد 1400 سنة ويقروا لحد يوم القيامة، لحد ما ربنا يرفعه قبل يوم القيامة كعلامة من علامات الساعة؟ ليه ربنا جعله محفوظ؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليه؟ ليه جعله محفوظ؟ لأنه لكل زمان ومكان ولكل عصر ومصر وللناس جميعا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ما في حاجة اسمه دي آية نزلت في فرعون الليلة ما بتشتغل، ما في كلام انه دي آية نزلت في أبو لهب الليلة ما تقروها لينا، ده كلام من أبطل الباطل. ربنا تكلم عن أبي لهب عشان نحن ما نعمل مثل الأفعال الفعل أبو لهب، ربنا تكلم عن باقي المشركين الأوائل عشان نحن نحذر هذه الأفعال ونتجنبها ونتجنبها عشان ما يحصل مننا خلل وخطأ. والمثل بيقول العاقل من اتعظ بشنو يا جماعة؟ بغيره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا قصص الأولين، وربنا قال فاقصص القصص، وربنا قال إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فالشبهة اللي بيقولوها ناس القبب ديل وشيوخ الطرق إنه دي آيات نزلت زمان في المشركين وما تجيبوها الليلة، دي شبهة خبيثة عفنة جابوها جماعة ديل عشان يشركوا بالله سبحانه وتعالى. فربنا قال أفرأيتم اللات والعزى. اللات صنم، صنم كان بيعبدوها للطائف لقبيلة بني ثقيف كما قال العلماء وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وتقرأ الآية على قراءتين، أفرأيتم اللات والعزى بفتح التاء، اللات فتح التاء المخففة، والقراءة الثانية أفرأيتم اللات والعزى بتشديد التاء المنصوبة المفتوحة. فعلى القراءة الأولى أفرأيتم اللات مقصود بها الحجر اللي كان الرجل ده اسمه الذي الاسم اللات
كان يلد فيه الوصل باللاتة، كان يلد فيه السويق، بيعمل دقيق وسمن وعسل وشيء معين بيصنع وبيأكل حجاج وعمار بيت الله الحرام. وكان رجل صالح، الحجر كان كبير لونه أبيض، لما مات عكفوا عند الحجر ده. ليه؟ لأنه الحجر ده الرجل الصالح ده كان بيفعل فيه عمل صالح، بأكل بالحجاج وزوار بيت الله الحرام. فلما الرجل الصالح ده مات، الجماعة عكفوا عند الحجر ده وكانوا بيتبركوا بالحجر. فأول حاجة عظموا الحجر لأن الرجل ده كان بيصنع فيه عمل صالح. اثنين، عكفوا عنده، يعني أقاموا قعدوا عند الحجر، بيقوا يقعد عنده زي الآن في القبب والأضرحة، تلقى الناس شنو؟ نساوين والرجال يشيلوا كفاتيرة الشاي والصبارات بتاعت الموية، ويشيلوا معاهم العمدان بتاعت الأكل والكسرة، يمشي يقول لك الليلة مقيلين عين قبة سيدي الشيخ، يمشي يقعد هناك يعكفوا. ده اسمه العكوف، وهو لزوم المكان. عشان كده سمي الاعتكاف المشروع، ما زي الاعتكاف الشركي بتاع القبب والقبور ده. الاعتكاف المشروع في المساجد في العشر الأواخر من رمضان سمي شنو؟ اعتكاف، لأنه بتلزم المسجد تقربا لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فعظموا الحجر نمرة واحد لما له من التاريخ عنده. عشان كده الليلة الناس اللي بقول لك ليه هناك في السعودية الآثار والمعالم الإسلامية دي ليه تمصوها؟ نحن دايرين نجددها ونحييها. ناس عواليك ساكت، ناس شيوخ بتاعين ضلال، يقول لك دايرين نجددها ودايرين نحييها من جديد. ديل أرادوا أن يحيوا الشرك، يحيوا الشرك، عشان يقول لك دي هنا شجرة قعدت تحيط الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كذا، وغالبا يكون كلامهم كذب. ولو صحيح ذاته قعدت هنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز لك تعكف عن هذا المكان وتتبرك به. العلماء قالوا أصلا أصحاب اللدن عظموا الحجر وعكفوا عنده، أقاموا عنده. نمرة ثلاثة، تبركوا به. وبهذه الثلاثة أشياء وقع الشرك، التعظيم والعكوف عند المكان المعظم والتبرك بالمكان المعظم. بهذه الثلاثة أشياء وقع الشرك. وده جاء في حديث أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف صحابي جليل، قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين. شو المشركين كان بيسوي شنو؟ سدرة يعكفون عندها، ده الأمر الأول. وما عكفوا عندها إلا لأنه بيعظموها، بيعتقدوا فيها البركة. قال وينوطون بها أسلحتهم، يعلقوا السلاح قبل المعركة سيوفهم، يعتقد إن الشجرة دي بتجيب البركة في السيوف وفي الرماح، وإذا مشوا المعركة بعدين بينتصروا ببركة هذه الشجرة المباركة في ظنهم الفاسد. فعظموا الشجرة وعكفوا عندها وتبركوا بها، فوقع شرك هؤلاء المشركين الأوائل. عشان كده أي شريك بقع بالثلاث أشياء دي كما قال سلفنا الصالح. الليلة أول حاجة بيعظموا الشيخ، إن مات لأنه عظمه وعظيم عندهم بيبنوا له قبة عشان يعكفوا ويعتكفوا عنده. تلقى حيران مفلفلين شعره، ستة شهور ما غسل شعره، عفن قاعد جنب القبة دي. راجل جماعة نساوين صعلوق قليل الأدب، وراجل رجال جايين شايلين قروش، وغش جماعة أصحاب العربات الفارهة، شفت كيف؟ يكونوا عاكفين عند القبة، وديك يجوا يعتكفوا معاه الجمعة العصر لحد الساعة 11 بالليل، ويتخارج يمشوا، تاني يجوا المرة الجاية يعتكفوا عندها، ويتبركوا بها وبترابها. تلقى واحد يمسح في الباب، عنده وجع بطن وجع كرش يمسح كرشه، واحد عنده وجع ظهر يشيل تراب، واحد عنده مرة ما بتلدي يشيل تراب وتصفه، كملوا تراب القبر كله. الحيران بالليل يجيبوا القلاب، ارجع خلف تي تي تي، ترجعوا خلف يكب التراب. ثاني يوم الصباح النساوين يصفوا التراب، يقولوا تراب ابو الشيخ، تراب القلاب يصفوا، واعتقادا منهم انه فيه بركه. عشان كده بيقول لك طينة ود الطريفي مباركه وتشفي من داء السعر. ده كله تبرك.
فبهذه الثلاثة أشياء التعظيم والعكوف والتبرك وقع الشرك. فالجماعة كانوا بيعتكفوا عند الصخرة دي بتاعت اللات ويتبركوا بها. فربنا قال لهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومعنى هذه الآيات الثلاثة آلهة دي يا مشركون انتوا عبدتوها واعتقدتوا فيها البركة وعكفت عندها وعظمتوها واعتقدت أنها تنصر من يلتجئ إليها، ليه ما انتصرت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه هزمكم في كل هذه المعارك؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ليه ما نصرتكم؟ شكد ربنا قال والذين يدعون من دون الله لا يستطيعون، والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، لأنه ما عندهم حاجة. لا بينصروكم أنتوا اللي بتلتجئوا له ومتخلوا الله الحي الذي لا يموت القوي المتين القاهر فوق عبادي. خليتوا ربنا القوي المتين والتجأتوا لهؤلاء، ربنا قال لا يستطيعون نصركم. وكمان هم ذاتهم أصحاب القبب المدفنين ديل ولا أنفسهم ينصرون. بيقدر ينصر نفسه؟ كان قام ونصر نفسه من ملك الموت لما جاءوا، كان قام ورجع الروح النزع منه ملك الموت وصعدت إلى باريها سبحانه وتعالى. شكد ربنا قال ولا أنفسهم ينصرون. لكن بعد الناس ما بتعزوا إلا من رحم الله، يشيلوا الشيخ الفقيه ذاته يشيلوا بعد ما يموت ويبكوا عليه وأبوه الشيخ ويمشي يدفنوا في القبر، يحفروا القبر ويحفروا اللي بيسموه هنا والدلاحات، يحفروا خلاص ينزلوا تحت ويكمدوا بالطوب ويكمدوا بالطين، وبعد ده يدوا تراب، وبعد ذاك يجيبوا اسمنت وخرسانه وسيخم سلينيا يعملوا قبه طابقين وباب قبه ويطبلوا بالطبله. بعد ده يقول يا ابويا الشيخ تدينا وتنجدنا، ولو بنجد كان نجد نفسه. قاعد تعد الناس ما بتفهم، قاعد تعد. يوم انت شفت صوره واحد وراني لها في اليوتيوب حيران بتاعين شيخ جاي من وين ما بعرفه ماشيين يستقبلوا في مطار الخرطوم. طيب يا جماعه ديل ما قالوا الشيخ بيطير؟ طالما الشيخ جاب الطياره بالدرب العديل المفروض الجماعه ديل كلهم يكفروا بالتصوف، صحيح ولا ما صحيح؟ الشيخ الشام قال لهم بطير وماشي يستقبلوا وين؟ ما قال بيطير براو بدون طياره بدون جواز بدون تاشيره. البولدة ماشي يستقبلوا في مطار الخرطوم، يقول لك ابو الشيخ نازل من الطياره راكب في اي بي درجه اولى درجه رجال الاعمال. طيب يا ناس انتوا ما قلتوا الشيخ بيطير بعن قريبه زي ما جاء في طبقات والضيف الله، قالوا لي يا شيخ مش بيطير ارنا الطيران، قال فطار بعن قريبه رضي الله عنه. طيب ده طار بالطياره ليه؟ وماشيين تستقبلوا ليه يا ناس؟ يا ما عندكم عقول؟ طالما ركب الطياره وعمل له جواز وتاشيره بقى زيه زي الناس، معناته ده ما الله، معناته ده ما بينفع، معناته ده ما بيضر، معناته ده ما بيطير. يا ناس الناس تفهم بتين، ودي البلوى الليله الحاصله في البلد دي اضيعت هذه البلاد وكثيرا من بلاد المسلمين وغالب العباد. الشرك الحاصل والتبرك بهؤلاء المجارمه، يقول لك لا صالحين، ما بجوز التبرك بالصالح. العلماء قالوا كما ذكر العلامة الفوزان أن من طلب البركة من غير الله تبارك وتعالى وممن لم يجعل الله فيه البركة كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب من غيره من الفكية والفقراء والشيوخ وشيوخ الطرق فهو مشرك الشرك الأكبر، لأن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وذل ربنا سبحانه وتعالى بيّن شركهم، فإنهم كفروا مشركين جماعة اللات لأنهم تبركوا بهذه الصخرة. ودي على القراءة الأولى أفرأيتم اللات، أما على القراءة الثانية اللات بالتجديد قالوا دي مقصود بها الرجل بعد ما عظموه بعد ما مات وعكفوا عند قبره. وده الحاصل الليلة ولا ما الحاصل؟ حاصل. عشان كده الآية دي بتشمل الاثنين، بتشمل الناس اللي بيتبركوا بالاشجار والاحجار والحيطان بتاعت القبب والطوب الى غير ذلك من الجمادات،
وتشمل الناس اللي يتبركوا ويعبدوا ويعظموا ويستغيثوا ويدعوا الناس البشر المدفونين في القبور، بقوا صالحين بقوا طالحين. الحكم واحد، الحكم واحد، لأن الزول اللي بيعبد له النبي رسول عديل تعبد من دون الله، انت اشركت بالله وكفرت وخرجت بر الاسلام. قال بيعبد لهم ملك، ملك من الملائكه، ده طلع بر الدين. والبي يعبد له شيطان، برضه طلع بر الدين. فالعبره مش انت من تعبد من دون الله، العبره انك عبدت دون الله. وده كلهم دون الله، عشان ما يبقى الخلاف. يا مولانا انتوا نبستوا الاولياء، لما نقول لهم ما تدعوا غير الله يقول لك نبستوا الاولياء. تكلمت في الفقراء، خلي الاولياء. لو عبدت رسول انت اشركت بالله. رجل جاء النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث صحيح، فقال ما شاء الله وشئت يا محمد، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز تخط شريك مع الله، يبقى تخط لك فقير ولا فكي ولا دجال ساحر مجرم شيخ طريقة، تخط مع ربنا سبحانه وتعالى كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى ما يرضى أي أحد يكون معه شريك. ربنا قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا عظيم، دال دجالين مجارمة شيوخ الطرق ديل، ربنا عظيم جدا يا أخي. ربنا عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه وسع أوسع وأكبر وأعظم من السماوات والأرض. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر، وده الحديث الصحيح الوحيد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الكرسي، كما قال الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. السماوات العظيمة شايفة دي السبعة كلها، والأراضين دي كلها في جانب الكرسي لله عز وجل، كل السماوات والأراضين السبعة زي الحلقة الأسورة المجدوعة في صحراء بتشاف دي، نسبة السماوات والأرض للكرسي لله سبحانه وتعالى. قال وفضل العرش، والعرش كمان أكبر من الكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة من الأرض على تلك الحلقة. ده كلام ما تستطيع أبدا تحيط به، كله كده عظمة الله سبحانه وتعالى، ما تستطيع. بعد ده يخلوا ربنا العظيم وهو العلي العظيم ويمشوا لناس مجارمة، يا أخي ناس مجارمة. زول يقول لك أنا بديك الرزق وبكتب لك حجاب رزق، لكن الحجاب ده ب 500 عشان انت ولد عمي ب 450. طيب كيف يكون حجاب رزق؟ لو كان حجاب رزق كان الفقير اكله عديل مش لبسه، كان بلعه وبقى هو غنيان مليونير، صحيح ولا ما صحيح؟ فكيف يديك له ويشيل منك 450 محتاج لرزق الفقير ويغشك يقول لك ده حجاب رزق؟ والناس برضه مصدقين الا من رحم ربك، غالب الناس مصدقين. بيبيعوا في الجوامع وده في سوق ليبيا في مساجد تحت المجار مديل، مشيت لقيتهم فارشين الحجابات جوا الجامع. ترى يا اخي اتقي الله، ده شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد اشرك، تميمة هي الحجاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الرقى والتمائم والتولة شرك، خربوني جوا الجامع، لانه ده هم شايفين حسب ظنهم الفاسد انه بقطع لهم رزقهم. والرزق على الله سبحانه وتعالى، إذا سعى الإنسان في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وابتغى الحلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق في أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. العزى قالوا كانت شجرة من ثمر، ثلاثة شجرات، وجنبها في بيت، في بنية غرفة قبة، قبة عديل جنب الثلاثة شجرات دي. شوف التاريخ بتاع زمان يقول حاصل الليلة ذاته يا نفسه، وحق شرك الليلة أكعب. شفت الشرك الحاصل الليلة أكعب من الشرك الأول ذاته. دي العزة، وهي أعظم صنم ووثن كانت تعبده قبيلة قريش. عشان كده أبو سفيان قال بعد غزوة أحد افتخر، قال دار افتخر على الصحابة، قال لهم: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. عشان كده الأبنية والقبب والأوثان دي والقبور هي عكس دين التوحيد لله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أبو سفيان لما كان مشركا افتخر بهذه البنية والقبة، طوال النبي قال لهم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لأنه ما بتلموا، تعبد الله وتعبد لك قبة، قبر شيخ، ضريح بتاع شيخ، العبادتين دي ما بتتلمى، ده شرك، بيدخلك جهنم خالدا مخلدا فيها، وممنوع تدخل الجنة إذا أشركت. دعت لك قبة، اتبركت لك بقبر، شلت لك تراب من بنية. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالعزة لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، رسله قال لي: أمشي أهدم صنم العزة. وده في وجوب إزالة معالم الشرك، لكن البزيلة الحاكم والحكومة. ما في شاب يتهور زي ما بيعملوا جماعة السرورية، يقوم طوال يمشي يكسر له قبة، بكرة الجماعة الصوفية كسروا له جامع، ده ما بجوز، ودي مفسدة أعظم، فزول يكون فاهم. المهم فأرسل خالد، فذهب خالد فقطع الشجرات الثلاثة، قطع كلها وهدم البنية، بنية زي القبة الليلة، كسرها. وكان في حيران قاعدين بيسموهم السدنة، زي جماعة الآن مفلفلين شعرهم في حمد النيل وفي غيره، هم ديل ذاتهم، هم ديل ذاتهم، شفت كيف؟ فقاموا ديل طلعوا الجبل فوق، بقى يعانوا من الجبل، راجين إنه خالد بن الوليد تقع عليه شنو؟ صاقعة ولا تحيل عليه واللعنة، نفس الموضوع. يقول لك والله تتكلم في الشيخ في صاقعة وبتقع، نفس الموضوع ده، هو الموضوع ده. عشان كده الآيات النزلت قبيل في ديك تشمل ديل وديك، نحن بنجيبها، ده الموضوع كله. المهم فكسر البنية وقطع الشجرات، ورجع خالد بن الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لم تقطعها أو كما قال. فرجع خالد بن الوليد لقى مرة عريانة وفك شعره واقفة في نص المحل البنية اللي كسروها والشجرات دي، فقطعها خالد بن الوليد بالسيف، قطع نص، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تلك العزة هدمت أو قطعت. الشيطان دي، شيطان ده، ده شغل ذات. عشان كده الليلة بتقرأ في جريدة الدار وفي جرائد كثيرة جدا، يقول لك في قبة الشيخ فلان طلع موية، صح ولا ما صح؟ أو دخلوا ناس والشيخ يتكلم معهم من جوا القبر، أو ظهرت صورة الشيخ في الجو في الحيطة، وقد رصدت جريدة الدار بالكاميرا زوم هذه الصورة للشيخ في الحيطة اليمنى، وطرنا إلى مكان الحدث ويجيبوا لك حوار مع الحوار في الجريدة. أها أبوك الشيخ ولا أبو الشيخ مما دخل هنا يوم بيطلع شنبه وكراعه، الكلام ده قد يحصل. لكن ده شنو؟ طوالي تتذكر قصة شنو؟ العزة في مرة قاعدة جوا بتكورك، يجوا الجماعة تقول لهم أوه أوه، يقول أبوي الشيخ اتكلم،
شيطان قاعد جوه هنا. فأنت ما تنكر ولا تقول لهم ما حصل زي موضوع الدجال، لا قد يحصل، لكن ده شنو يا جماعة؟ ده شيطان، ده إبليس. ليه إبليس؟ لأنه إبليس قبل وعد، قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقال فبعزتك لأغوينهم، أضللهم كلهم، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيدرس من بجوا القبر، جوا القبر ويكورك. وأحيانا يكون ما إبليس، يكون واحد من الحيران ذاتهم المجارمة، أول ما يجوا النسوان يقربا الحوار الثاني يكلمه يقول له جو جو جماعة، يدخلوا جوا تحت المشمع الأخضر القاعد في قبر الشيخ، أول ما المرت من يده يجرها من جوا، يطلعوا الإشاعات، يقول أبو الشيخ جر المرة، بدل ما يقول أبو الشيخ قال الأدب جر المرة، يقولوا لا جراه عمل لها بركة، يحاول يعمل لها لخبطوه يلخبط الشغلة، ولو هو جراه عمل بركة ويطلقوا الإشاعات. القبة بدل ما كان بيجيها في الشهر 2000 عاطل يبقوا 200,000 كريم التش، الكومسنجية في المواصلات كريم التش كريم التش كريم التش، يركبوا الناس يتشتشوهم يعوقوهم ويكتلوهم باسم المحبة والصلاح، وإنه أبوي الشيخ حلم إنه حبوبة جيت أم جيت حبوبة خال أمه قالت له إنه في بيان هنا، والناس ماشية والعميان شايل المكسر والمكسر عابص العميان والناس ماشية والبلد ضايعة، عيش ما في، الشرك الشرك ده السبب، بنزين غالي الشرك، جاز في صفوف الشرك، الخريف كسر البيوت الشرك، ربنا قال الكلام ده. لكن 200 ناس يتعظوا، ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، اسمعوا يا ناس، ولقد أهلكنا القرون، أجيال ما قرن واحد جيل واحد، القرون يعني الأجيال، أجيال كثيرة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. السبب يا ربنا لما ظلموا لما أشركوا، لأن ربنا سمى الشرك في القرآن ظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما أشركوا وعبدوا الشيوخ وبنوا القبب، قبب بتقع، قبة وقعت في الحلفاية، شيخ الناس بيعبدوا، بعض الناس بيعبدوا وبيعتقدوا إنه بيدي الجنة وبينزل المطر وبيعلم الغيب وبيجيب الرايحة، وهو ميت في القبر، دفنوا براهم وبنوا له قبة براهم، ما قدر يثبت القبة حقت روحه، يبقى يثبت منك العارض كيف؟ ما قدر يثبت الطوب وقع فوق راس الشيخ، يبقى يديك الجنة كيف؟ أو يديك الرزق كيف؟ وقبة بتاعت البيض ربنا رسل لها هبوب اتفرتق الطوبة طوبة، بدل ما يقولوا آمنا وحدنا وتركنا الشرك قالوا لا، قالوا الشيخ ده أصلا شاف الفساد الحاصل في البلاد وقد سنبك بتحت، مشى قال رحل إلى مكة المكرمة وأدى القبة شلوت وقعها، والناس برضو بتصدق برضو بتصدق. عشان كده ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ بين. ربنا قال والذين يدعون من دون الله، الشيوخ والقبب والأولياء وغيرهم دون الله ولا الله؟ دون الله، يهود آية بتقصدهم، من دون الله، الله قال لا يخلقون شيئا، يبقى يدوك الجنة كيف؟ الله قال وهم يخلقون، أها ما اقتنعت بالكلام ده كله؟ ربنا قال أموات، زول بيموت يبقى يديك جنة حي كيف؟ هو بموت، والفقراء دول كلهم ماتوا، ماتوا ولا ما ماتوا؟ الغريب إنه بينادوهم الناس الليلة من الشيوخ، شيوخ الطرق دي، وبيستغيثوا بهم من دون الله، وخاتنهم قلوبهم مع الله واحد وحدين، خاتنهم أعظم من الله، لأنه بيجيبوه عند القاضي بيقول له احلف بالله إنك ما سرقت التيس، بيحلف بالله 50 مرة وهو كذاب، لكن لو قال له احلف بشيخك يقول لك الله بمهل، لكن شيخي بينجم،
ما يحلب بشيخه وهو كذاب. فعنده شيخه أعظم من الله، أعظم من الله. أها ربنا قال أموات غير أحياء. الشيوخ دل ذاتهم هل بيحلفوا بهم وبيتوكلوا عليهم بخلوا الله، وبيدعوهم وبيستغيثوا بهم وبيخلوا الله، وبيطلبوا منهم الجنة والولد والمطر وما بيطلبوا من الله. الشيوخ دل كلهم ماتوا، كلهم ماتوا. دي برامة آية ما عبرة ما علامة إنك تترك هؤلاء الضعاف. ربنا قال عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.